مجالس منها النور شع وأشرقا بها انهل غيث العلم ودقا ترقرقا. هلم إلى ديوان فكر وحكمة به يلتقي أهل الفضائل والتقى. هنا ملتقى الألباب والسير التي سما أهلها الأعلام زاد تألقا. شذا أدب أو فيض علم وخبرة قضايا بها للناس نفع تحققا. نرجع إلى مكونات الصحة النفسية باختصار، منها أيضا حسن التعامل مع الذات، تقدير الذات والنظر إليها نظرا إيمانيا، لا غرور فيه ولا تكبر ولا احتقار للنفس وانتقاص وعنف وقسوة. وحسن التعامل مع الآخرين والتواضع معهم والاستفادة منهم والتكامل معهم وعدم الغرور وعدم التكبر. ومن مكونات الصحة النفسية بالمفهوم الإيماني الإنجاز، أن تنجز، أن يكون لك إنجازات إيمانية وإنجازات في الحياة. فقد ندبك الله تعالى وأمرك بأن تنجز، بأن تعمل الأعمال الصالحة، حتى لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أنت مطلوب منك أن تعمل إلى آخر لحظة وليس عليك من النتائج. من مكونات الصحة النفسية المشاركة في البناء الاجتماعي وإشباع الحاجات الأساسية بصورة متوازنة، والتوازن بين حقوق النفس وحقوق الأسرة وحقوق المجتمع، وقدرتك على التعامل مع السراء والضراء والمفاجآت، كل هذه من مكونات الصحة النفسية بالمفهوم الإيماني. طيب يا كرام، أجري مسح وطني للصحة النفسية في المملكة في سنة 2019، هدف إلى قياس تفشي اضطرابات الصحة النفسية وآثارها ومن الأفراد الأكثر عرضة لها إلى آخره، وتحرص الدول عموما على إجراء مسوحات من هذا النوع، لكن هذه المسوحات تستخدم النموذج الغربي لتحديد الاضطرابات النفسية، وسنتكلم عنه بعد قليل. فدعونا يعني لا أعطيكم بعض الإحصائيات العالمية وإن كان بعضها موجود، لكن أعطيك المسح الوطني، أبرز الأرقام في المسح الوطني للصحة النفسية بقياس الاضطرابات النفسية بالمفهوم الغربي المحدود وليس بالمفهوم الشامل. وبعد قليل سنعرف أو يعني أقف ما الفرق بين الأمرين، لكن هذه الدراسة مهمة وتعطيك مؤشرات بأدوات علمية يمكن رصدها مقننة، وهي دراسة جميلة ومفيدة في بحسبها. خلصت هذه الدراسة إلى أنه 2 من كل 5 من الشباب السعودي تنطبق عليه مع معايير الاضطراب النفسي، يعني 1 من كل 3 في المجتمع مصابين باضطراب نفسي في مرحلة ما من مراحل حياتهم، إما شفوا منها أو إما شفوا من هذا الاضطراب أو لم يشفوا، وقد يكون في أكثر من اضطراب. حتى يقول بعضهم إذا وجدت يعني إذا جلست مع شخصين فأحدكم مصاب باضطراب نفسي وإن لم تنتبه فقد تكون أنت المصاب. لكن هي ليست المسألة بهذه الحتمية، إنما بشكل إجمالي من المجتمع، بشكل إجمالي حسب الدراسة 2 من كل 5 تنطبق عليهم معايير تشخيص الاضطرابات النفسية في بعض الأوقات من حياتهم. 34% من السعوديين تنطبق عليهم معايير تشخيص الاضطرابات النفسية في فترة ما من حياتهم، يعني الذين مروا بالاضطرابات النفسية الواضحة وفقا لمعايير الاضطرابات النفسية المستخدمة في الطب النفسي 34% في مرحلة ما من مراحل حياتهم. وهنالك أرقام أخرى والدراسة كانت موجودة يعني، وذكرت أن هذه الاضطرابات تؤثر على الأكثر تعليما
وهذا مفهوم لأنه معظم الشباب الآن اتجهوا إلى التعليم، ولأنه أيضا سن الشباب عرضة بدرجة أكبر للاضطرابات النفسية. الدراسة موجودة في الإنترنت وفيها تفاصيل وأرقام أخرى لمن يرغب الاستزادة. طيب، نريد أن نقف حول موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى الوسائل العملية. هذا الموضوع هو قواعد وتطبيقات في عناية الشريعة الإسلامية بالصحة النفسية. انتبهوا معي لهذا الموضوع الجميل والمهم جدا. هل اعتنت الشريعة بالصحة النفسية؟ نعم، والصحة النفسية في المفهوم الإسلامي هي جزء من الدين، ومنها ما هو واجب شرعا كالإيمان والتوحيد والتوكل والصبر وأعمال القلب وحسن الخلق، ومنها ما هو محرم في الصورة السلبية، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه. أجل، هي في المفهوم الإسلامي جزء من الدين. الصحة النفسية سبب ونتيجة لحسن المعرفة بالله تعالى، بمعنى أنك إذا عرفت أسماء الله تعالى تحسنت صحتك النفسية، وإذا تحسنت صحتك النفسية استشعرت معاني أسماء الله سبحانه وتعالى على نحو أجمل وأفضل، وفهمت معنى اسم الله المنعم الذي ينعم بالصحة النفسية، معنى اسم الله السلام الذي يهب السلام النفسي، معنى اسم الله الرؤوف الرحمن الرحيم الودود. الصحة النفسية سبب للنعيم في الدنيا وفي الآخرة في المفهوم الإسلامي. لك أن تتخيل النعيم الذي يعيشه من يتلذذ بذكر الله تعالى، من يستشعر الإيمان ويوقن به، من يحسن التعامل مع الحياة وحتى صعوبات الحياة، كيف سيكون في نعيم عند العبادة وعند أسباب السعادة وحتى عند أسباب البلاء؟ تذكرون المقولة الجميلة لشيخ الإسلام بن تيمية عندما كان في السجن؟ كان يقول ماذا؟ ماذا يا شباب؟ المقولة المشهورة عنه، ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري وقلبي بيد ربي، أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. لاحظ أنه أعاد تأطير الصعوبات على اختلاف احتمالاتها، وأعاد النظر إليها وفسرها تفسيرا حسنا، وعبر عن أن هذا من أسباب النعيم، وأنه في قلبه ولا سبيل لأحد من البشر أو المخلوقات إلى هذا النعيم، يقوله وهو في السجن. بل إن ابن القيم يقول: كنا إذا اشتدت بنا الدنيا واهتمت نفوسنا زرنا شيخ الإسلام في السجن فتنشرح صدورنا وتطيب نفوسنا لما نجد عنده من معاني التوكل والإيمان واليقين والصبر والسعادة العجيبة، أو كما قال. أجل، الصحة النفسية هي سبب للنعيم في الدنيا وسبب للنعيم في الآخرة. الصحة النفسية هي سبب لعبادة الله تعالى بلذة وسكينة وراحة واستمتاع، وهي سبب للصحة البدنية والاجتماعية، سبب لاعتدال ضربات القلب والدورة الدموية في الجسم واتزان هرمونات الجسم، وسبب للسلامة الاجتماعية وتحسنها، وسبب للنجاح في فهمك لذاتك وفي فهمك للآخرين وفي تعاملك مع ذاتك وتعاملك مع الآخرين، كما أنها وقاية من أمراض نفسية ووقاية من تفاقمات إن وقعت الأمراض النفسية، وليس أحد بمنأى عنها، كما الأمراض البدنية ليس أحد بمنأى عنها، وكلها من جملة البلايا التي قدرها الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد ابتلي الأنبياء بأنواع من الهم والحزن، وابتلي الصالحون بأنواع من الهم والحزن. قال الله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي اشتد حزنه حتى أثر على عينه وأدى إلى فقد بصره عليه السلام. ويوسف عليه السلام تعرض لأنواع من البلايا، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأنواع من البلايا، وهنالك عام يسمى عام الحزن، وبكى على بعض المصائب وقال: إن العين لتبكي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصالحون ابتلوا بأنواع من المصائب
ومنهم من فقد عقله، ومنهم من اختلط ذهنه، حتى يقول المحدثون اختلط بآخره على بعض التراجم، في بعض التراجم، أو يقولون عند بعض الأشياخ اختلط بعد احتراق كتبه مثلا. فالمصائب في الحياة لها أثر نفسي. وكان بعض الصالحين، غالب ظني أنه سفيان الثوري، ابتلي بمرض الوسوسة، وكان يقول: لا تقتدوا بي فإني مبتلى. هذا وهو شيخ الإسلام في الفقه وفي الحديث. وكذلك ابتلي ابن سيرين أيضا بهذا البلاء بعد أن فقد بعض أقاربه. فالشاهد أن البشر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية وبالأمراض الروحية، من عين وحسد وسحر ومس، وعرضة للإصابة بالأمراض البدنية، وهي وكل ذلك من جملة البلايا التي كتبها الله تعالى على عباده. طيب يا كرام، من القواعد والتطبيقات في عناية الشريعة بالصحة النفسية أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الصحة النفسية ومالكها وواهبها، وبالتالي نطلبها من الله سبحانه وتعالى. انتبه لهذا المعلم. البعض يضل فيطلب الصحة النفسية من نفسه أو من الأسباب، يتعلق بالمال، يتعلق بالمادة، يظن أنه إذا امتلك كذا، ويظن أن العلاقة جبرية، سيحصل كذا، سأكون سعيد، أو أنا أستحق كذا لأن عندي شهادة كذا أو فعلت كذا. يا أخي، الأمور بيد الله، يرزق من يشاء، يعطيك بسبب ويعطيك بلا سبب، ويعطيك بضد السبب سبحانه وتعالى، لكن أنت مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. طيب، الله تعالى هو المنعم السلام الشافي الذي يهب الصحة النفسية وينعم بها ويهب العافية. الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الصحة النفسية على سبيل الإجمال بالمصطلحات المختلفة: تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنالك أدعية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه من أذكار الصباح والمساء. ومن أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، إلى آخره. من قواعد عناية الشريعة بالصحة النفسية أن الله تعالى هو الذي يعلمها، وهو الذي يبين لنا معالمها. ألا يعلم من خلق؟ وأن الله تعالى يعلم من الصحة النفسية من يشاء من خلقه. ومن القواعد أن الدين الإسلامي جاء لبناء الصحة النفسية وتعزيزها وصيانتها وعلاجها، وأن شرائع الإحسان والإيمان والإسلام تبني الصحة النفسية وتعززها. ومن ذلك ما نجده من أوامر بتزكية النفس والنهي عن تدسيتها جملة وتفصيلا: الأمر بحسن الخلق عموما، أو الأمر بالأخلاق الحسنة على سبيل التفصيل، والنهي عن سوء الخلق عموما، والنهي عن سوء الخلق بالتفصيل، كالنهي عن الكذب والنهي عن الغش والنهي عن الحسد إلى آخره. من قواعد عناية الشريعة وتطبيقاتها بالصحة النفسية أن الصحة النفسية حاضرة في السنة النبوية وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سير الصالحين، نجدها نماذج جميلة مشرقة ملهمة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ونلاحظ الآيات الكريمة: فاستقم كما أمرت، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الأمور يا كرام لا يعرفها علم النفس الغربي، ولا علم النفس الصيني، ولا علم النفس الهندي والبوذي، لا يعرف هذا الكلام. وبالتالي لا بد أن يكون عندهم نقص ومحدودية وسطحية في فهم الصحة النفسية وفي فهم السعادة، وهذا ما نجده. طيب، هل معنى ذلك أنه ليس عندهم في الدراسات النفسية الغربية حق؟ لا، عندهم حق وعندهم خير. قال الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم يعلمون السعادة الظاهرية، ولهم بحوث جميلة يمكن أن نستفيد منها، دراسات
في تشخيص القلق وأنواعه وتشخيص الاكتئاب وأنواعه، هنالك أكثر من 15 نوع من أنواع الاكتئاب. التصنيفات والدراسات ووضع المعايير ووضع الأمراض وتقنينها والبحوث التجريبية حول الأدوية والعلاجات والطرق العلاجية، هذه كلها أمور جميلة نستفيد منها ما وافق منها الكتاب والسنة. لكن سنجد أن هذه الدراسات حقيقة مقارنة مع الصحة النفسية بالمفهوم الإيماني، سنجد أن الصحة النفسية بالمفهوم الإيماني تتميز بأنها تمتلك نظرة أشمل وأعمق للنفس وللكون وللمخلوقات وللمصير، وبأن الصحة النفسية في الإسلام مضبوطة بقوة فوق قوة البشر، وأنت لا تستطيع أن ترى نفسك ولا غيرك بنفس قدراتكم، أنت بحاجة إلى قدرة أعلى، أنت بحاجة إلى الوحي. ألا يعلم من خلق؟ فالوحي يعطيك ضوابط الصحة النفسية وحدودها وما يضادها، لأنها من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء. والصحة النفسية بالمفهوم الإسلامي تستوعب جوانب النفس والأخلاق والسلوك، وبالتالي جميع الأخلاق الحسنة داخلة في مكونات الصحة النفسية بالمفهوم الإسلامي، وجميع الأخلاق السيئة داخلة تحت الاضطرابات النفسية، وإن كانت غير موجودة في الطرح الغربي. يعني في الطرح الغربي لما تقرأ أدلة تشخيص الأمراض سواء جمعية الطب النفسي الأمريكية وهو المعتمد عالميا، أو دليل تصنيف الأمراض لمنظمة الصحة العالمية، أو دليل آخر في الصين أيضا، الشاهد ستجد أمراض محددة. هم يتحدثون عن القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، ويتحدثون عن الأمراض العقلية، الفصام والبارانويا وثنائي القطب وغير ذلك من لكن لا يتحدثون عن أمراض أخرى كثيرة مكشوفة لنا بالقرآن وبالسنة. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. النفاق مرض، لا تجد والله في دليل التشخيص النفسي الأمريكي مرض النفاق ولا مرض الشرك، وهو هذه أخطر الأمراض، ولا تجد حديث عن مرض الحسد وتصنيف ونماذج علاجية مقننة لقياس الحسد أو غير ذلك من الأخلاقيات السيئة أو الجزع أو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. كثير من الأخلاق السيئة لا تجدها موجودة في يعني منظومة أو مقاييس الصحة النفسية، بل حتى بحثت عن مقاييس للصحة النفسية وجدتها تتحدث عن أمور سطحية جدا. أشعر بالفزع، يتأخر نومي، نعم أمور جيدة لكن ليست هي كل شيء، وإن حققت الصورة المثالية فيها ليس بالضرورة أن تشعر بالسعادة ولا بالراحة النفسية. تمام، لا نريد أن نقف طويلا حول هذا الأمر وهو لا يخفى على شريف علمكم. دعونا الآن يا كرام ندخل بشكل سريع إلى وقفة حول علم الصحة النفسية. علم الصحة النفسية يا كرام له ثلاثة مناهج. يقول لك المنهج الإنمائي، هذا نستخدمه عند الأشخاص الأسوياء لزيادة سعادتهم وصحتهم النفسية. أجل أنت إن كنت سليما نفسيا فاستخدم المنهج الإنمائي، حافظ على سعادتك وصحتك النفسية وزدها. هذا المنهج الأول. المنهج الثاني هو المنهج الوقائي. قبل أن تصيبك الأمراض والعلل النفسية استعد واحمي نفسك منها. ثم هنالك منهج ثالث، هو المنهج ماذا؟ ماذا تتوقع؟ العلاجي. إن أصابتك العلل النفسية فهنالك يأتي دور المنهج العلاجي. طيب، هنالك فرق بين الاضطرابات النفسية حسب المفهوم الغربي، يقول هي التي تحدث مع معظم البشر مثل القلق، الاكتئاب إلى آخره، وبين الاضطرابات العقلية. الاضطرابات العقلية لا، هنا مستوى أعلى، يفقد الإنسان فيها عقله أو جزءا من عقله أو يغم على عقله، فمثل الذهان وغير ذلك من الأمراض العقلية، وهذه تمثل ما نسبته 5% من الأمراض النفسية.
ثم هنالك أمر ثالث غير الاضطرابات النفسية وغير الاضطرابات العقلية يسمى بالاضطرابات الشخصية، وانتبهوا لهذا التصنيف الثالث لأنه هو عبارة عن اضطراب في السلوك وفي الأفكار وفي المشاعر، وغالبا أصحاب هذه الاضطرابات الشخصية لا يشعرون أن عندهم اضطراب، كأصحاب الشخصية النرجسية الذين عندهم تضخم في الذات واحتقار للآخرين لا يشعرون بذلك، وإن نصحتهم سيتهمونك. وأنماط الشخصيات المنحرفة بإمكانك أن تبحث حتى لا نطيل عن موضوع اضطرابات الشخصية أو أنواع اضطرابات الشخصية، وأرجوك افحص هذه الأنواع حتى على نفسك وعلى أسرتك، فقد يكون بعضها موجود. الشخصية الهستيرية مثلا التي تحب الظهور وتتفاخر وغير ذلك من أنواع الشخصيات المختلفة، والشخصيات السادية التي تتلذذ بإيذاء الآخرين، وعكسها الشخصيات المازوخية التي تتلذذ بأن يقع الأذى عليها. هذه أمراض موجودة لكن أصحابها لا يشعرون بذلك. أجل هنالك فرق بين الاضطرابات النفسية والاضطرابات العقلية والاضطرابات الشخصية. من المهم يا كرام ومن أسباب تعزيز الصحة النفسية أن يكون عندك وعي بهذه التصنيفات وبتفصيلاتها البارزة، وإن اشتبهت على شيء عندك أو في أسرتك فاقرأ فيه واطلع حتى تنقي نفسك وتعالجها، فإن المسؤولية مسؤوليتك بإذن الله تعالى. طيب ندخل الآن فيما بقي من وقتنا لاستعراض العديد من وسائل تعزيز الصحة النفسية، بس قبل أن ندخل دعوني أسألكم سؤال سريع لمدة دقيقة واحدة: ما هي وسائل تعزيز الصحة النفسية؟ أعطوني، تفضل أخي الكريم. قراءة القرآن، أحسنت. واحد، وحسن التعامل مع القرآن، وهذا ذكرته عندي، حسن التعامل مع القرآن قراءة، فهما، تدبرا، حفظا، تعليما، استرقاء، الرقية بالقرآن الكريم، هذه جوانب في التعامل مع القرآن الكريم. أجل حسن التعامل مع القرآن هو من أسباب السعادة. ويا كرام القرآن الكريم لأنه من الله سبحانه وتعالى فيه من العلوم ما يفوق قدرات البشر، أنت قد تكتشف أو قد لا تكتشف لكنك ستتأثر بالقرآن الكريم، وكلما ازددت علما ازددت اكتشافا لأسباب التأثر، فإن درست البلاغة وفنونها ستكتشف أفانين استخدمها القرآن الكريم، وإن درست اللغة وأسرارها ستكتشف أفانين، وهكذا. وإن لم تدرس ستتأثر بما تتأثر به، والقرآن الكريم أنزله الله تعالى مربيا للمشاعر وللصحة النفسية وللعقل وللبدن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، له أثر حتى على الجلد وقشعريرة الجلد، فما بالك بالقلب وبالنفس وبالعقل وبالمشاعر وبالأحاسيس. فالقرآن الكريم علاج، والتعامل معه من أسباب تعزيز الصحة النفسية. أحسنت. أيضا التعامل مع السنة النبوية فإنها وحي آخر، التعامل مع السنة تعلما، تعظيما، فهما، تطبيقا، تعليما، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعله نموذجا لنا وقدوة وميزان صلى الله عليه وسلم. أجل نقدم الوحيان، نقدم الوحيين ونجعلهما ميزانا لكل شؤون الصحة النفسية ولكل مهاراتنا وأمور حياتنا. طيب أيضا أعطوني رقم ثلاثة من أسباب الصحة النفسية، تفضل. حسن التعامل مع ضغوط الحياة، أحسنت. الحياة كما في الآية التي ذكرها أخونا الكريم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيها مفاجآت وفيها
صعوبة تزيد وتنقص، فلا بد أن نمتلك مهارات التعامل مع الضغوط، وهذه نقدم فيها دورات، ومهارات التعامل مع الأزمات والكوارث، ومهارات إدارة المخاطر. هذه أمور أصبحت مهارات مهم أن نتعلمها، لأنها من أسباب تعزيز الصحة النفسية. فرق بين شخص مستعد ودارس المخاطر المحتملة ووضع لها خططا وحلولا بديلة، وبين شخص لم يدرس ولم يفكر ولم يخطط. وبالمناسبة هنالك من أنواع التخطيط ما يسمى التخطيط بالسيناريو، أن تدرس السيناريوهات المختلفة وتضع خطة لكل سيناريو، لكل احتمال من الاحتمالات. ثم يكون عندك أيضا أدوات تستطيع أن تتعامل مع المفاجآت والأزمات غير المحسوبة، غير المتوقعة، ويسمونها في علم الإدارة المشكلات من قبيل البجعة السوداء. ممكن تبحث عن مصطلح البجعة السوداء، هو مصطلح ليس معنا وقت الآن لذكر قصته، لكن ندرب عليه في دورة إدارة الأزمات والمخاطر ونحوها. مهم أن يكون عندك بالإضافة للمخاطر المحسوبة استعداد للمفاجآت غير المحسوبة، ومرونة نفسية ومرونة عقلية وسرعة استيعاب وتكيف وحسن تصرف مع المشكلات غير المتوقعة. مثل ماذا؟ مثل أزمة كورونا. أزمة كورونا تصنف من المخاطر غير المتوقعة تفصيلا، هي ممكن أنت إجمالا تتوقع والله وجود كوارث طبيعية أو بيئية مثلا أو صحية، لكن تفصيلا بهذا الشكل وبهذا الأثر أدت إلى الحظر والجلوس في المنازل، فبالتالي تصبح هي هنا من مشكلات البجعة السوداء، أي المشكلات غير المتوقعة بتفاصيلها. طيب نأخذ معلم آخر من طرق الإكثار من ذكر الله. أحسنت، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا. لاحظ أننا بحاجة إلى كثرة ذكر الله وليس فقط ذكر الله. وذكر الله تعالى يكون بالقلب وباللسان، وهذا أجمل ما يكون، ويكون بالقلب فقط ويكون باللسان فقط، لكن احرص في الذكر على أن تتلذذ وأن تفهم معاني الأذكار وأن تخلو بنفسك وتحضر قلبك وتقول الذكر وأنت تستشعر معناه. فرق بين من يقول لا إله إلا الله بسرعة كذا تعود من طرف اللسان، بين من يقولها بربع فهم، وبين من يقولها بنصف فهم، وبين من يقولها وهو يتأمل ويعلم أن هذه الكلمة تختصر الحياة كلها وتختصر العلوم كلها، كلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ وتستلزم جميع جوانب الإيمان، لأنك إذا أي ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، ولأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق فله الكمال المطلق وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو الرب الخالق، وأنت تشعر أنك مفتقر وفقير إلى الله سبحانه وتعالى أبدا بكل أنواع الفقر، وأن الكون فقير إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهنا تستصحب جميع عبادات القلب لأن بعضها يأخذ ببعض. أجل كلمة لا إله إلا الله كلمة ليست سهلة، والذكر والبقيات الصالحات عجيبة جدا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلمات عجيبة، الحمد لله الذي هدانا إلى هذه الكلمات، علاج نفسي. مهم جدا أن نفهم معناها يا كرام، يعني تفقهوا في معاني الأذكار. جميل. طيب أجل فهم المعنى، احفظ الأذكار التي تحتاج إلى ترديدها باستمرار كما تحفظ اسمك وكما جاءت بالنص. اقتطع وقتا ثابتا للأذكار التي لها وقت محدد. مع
مثلا أذكار الصباح ألزم نفسك أن تقولها بعد صلاة الفجر قبل أن تقوم من مقامك أو قبل الشروق كحد أقصى، وإن نسيت فاستدركها. أذكار المساء ضع لنفسك بعد صلاة العصر أو بين العصر والمغرب، لا يأتي عليك غروب الشمس إلا وقد قرأت أذكار المساء، ومنها ما يقال عند الغروب. أجل أخي الكريم، هذه كلها وصايا في التعامل مع الذكر. طيب ماذا أيضا؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، أداء الصلاة والخشوع في الصلاة. لاحظوا أننا أمرنا ليس فقط بالصلاة بل بإقامة الصلاة والخشوع في الصلاة، وبالتالي فالصلاة من شعائر الإسلام ومن أسباب الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة البدنية. طيب ما علاقة الصلاة بالصحة النفسية؟ فيها تجديد إيمان، فيها راحة نفسية، فيها سكينة، فيها لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيها تربية، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها طمأنينة، فيها سكينة إلى آخره. طيب كيف نتعامل مع الصلاة؟ أنا عندي منهجية هنا في الوسائل العملية، أن أعرف بالوسيلة ثم أذكر علاقتها بالصحة النفسية ثم أعطيك وصايا عملية في التعامل مع هذه الوسيلة. فبالنسبة للصلاة، من الوصايا العملية لتحسين جودة الصلاة أن نتعلم أحكام الصلاة، وأن نتعلم الحكمة من الصلاة، ونتعلم معاني الأذكار الواردة في الصلاة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأن نطبق ذلك قدر وسعنا، وأن نفرغ قلبنا عند الصلاة، ونستصحب أننا إذا قلنا الله أكبر فإن الله تعالى هو أكبر من الدنيا ومن همومنا ومن آمالنا، وندخل في الصلاة بقلوبنا ونجاهد أنفسنا في الصلاة، ونسأل الله تعالى أيضا إقامة الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فإن المسألة ليست بيدك، كل أسباب السعادة والصحة النفسية ليست بيدك، هي رزق من الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله تعالى وسيعطيك. طيب ما رأيكم أن أسرد عناوين، وإذا شئتم أن يكون هنالك يعني كما ذكرت أخي الكريم، حقيقة الأمر بحاجة يعني أشبه، أنا أذكر يا شيخ عبد الله في هذه الندوة كان هنالك بعض السلاسل مثل سلسلة أعمال القلوب وغير ذلك، إن رأيتم أن يعني نأخذ في وقت آخر، يعني أنا إن أعطينا الأمر حقه أقترح أن يأخذ أكثر من 3 مجالس أو 4 حتى نعطي الصفات حقها أو شيئا من حقها حقيقة، لأنه بعض هذه الصفات أصلا ندرب عليه في دورة كاملة وفيها تفاصيل قيمة جدا، وأنا جلست أكثر من 20 سنة مثلا في بعض المهارات، مثلا مهارات التعامل مع المشكلات فيها نموذج علمي طورته رائع جدا، وندرب عليه أصلا في 3 أيام كاملة للشركات وغيرها، لكن إن شئتم أن يكون في الحلقة أخرى وأخرى أيضا نأخذ في كل يعني جزء مجموعة من الصفات ونعطيها شيئا من حقها. الآن فقط ممكن نسرد العناوين ونختم بها إن شاء الله تعالى. فقد ذكرتم مشكورون ما ذكرتم، الآن بقي عندنا بعض الأشياء الأخرى. انتبهوا معي الآن لما سأذكر لأنني سأختصر جدا. من أهم أسباب الصحة النفسية الفهم الصحيح للحياة وللمصير وللذات وللآخرين، وهو ما أسماه الدكتور خالد الجابر عندما تحدث عن البناء النفسي في علم النفس الإسلامي، أسماها بالتصورات الكبرى. ضروري أن يكون عندك تصورات كبرى صحيحة للكون وللحياة وللمصير، وهذه من أسباب الصحة النفسية ولا وجود لها إلا عند المسلمين. من أسباب الصحة النفسية، وانتبهوا لهذا السبب، تقبل ما يحتاج إلى تقبل. الآن أرجوكم ركزوا معي، سأسرع وتيرة الحديث، ركزوا معي تماما. تقبل ما يحتاج إلى تقبل. هنالك مصائب في الحياة لا حل لها إلا التقبل والتكيف وإعادة جدولة خططك بناء عليها، مثل وفاة قريب أو مثل وجود مرض مزمن،
هذه أمور لا حل لها. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي زوجته خديجة، هذه مصيبة لا حل لها، لن تعود. الحل هو التقبل. أجل من معالم الصحة النفسية تقبل ما يحتاج إلى تقبل. وأنا أرجو أن تكتب قائمة بالمصائب التي أصابتك ولا تستطيع عمل شيء فيها، وليس لك حيالها إلا التقبل، وأن تجاهد نفسك في تقبل ما يحتاج إلى تقبل. لا حل إلا التقبل. البديل هو العناد النفسي، هو الصراع والضيق الذي قد يتحول إلى أمراض بدنية، والبداية والعمق هو التقبل. أيضا أمر آخر، حسن معالجة ما يحتاج إلى علاج. هنالك مشكلة في الحياة تحتاج إلى معالجة وتحل بشكل كلي أو بشكل جزئي، كل مشكلة بحسبها. فأعد لكل مشكلة احتياجاتها وحلولها، وعالج ما تستطيع علاجه، لا تترك المشكلات حتى تتفاقم، بل اتخذ حلولا وقائية. فإن لم يكن فاستخدم ما يسمى بالإنذار المبكر والتدخل المبكر عند بداية حدوث المشكلة. لو حصل حريق هنا في هذه القاعة الآن، أولا ينبغي أن يكون عندنا أسباب السلامة، الأسلاك جيدة إلى آخر. طيب ماذا لو حصل حريق؟ يكون عندنا فورا تدخل مبكر، كل ثانية نتأخر فيها ستكون الكوارث عرضة لأن تزيد. طيب أسرد العناوين. سلامة الصدر من أهم أسباب الصحة النفسية. أيضا جودة النوم. النوم يا كرام ليس عبثا، النوم الجسم يعيد معالجة نفسه وإنتاج مجموعة من الهرمونات ومضادات الأكسدة وغير ذلك، وتصفية الذهن وإلى ما هنالك. أيضا الرياضة، وعلى رأسها المشي وتمارين المقاومة. أما المشي فمعروف، ويمكنك أن تلتحق برفقة صالحة أو أسرتك أو بعض الشباب الذين يعني يمشون، ومثلا كان هنا في الندوة عنوان اسمه مشاة الفجر وتعرفت عليهم، وهم مجموعة لهم مشي يومي بعد صلاة الفجر في حديقة الندى في الرياض، ولهم بعض الرحلات، وقدمنا للتو من رحلة إلى مدينة الباحة معهم، وفيها برنامج للمشي جميل جدا مع رفقة تساعدك على المشي، وكان حديثهم هنا رائعا بأداه قائد الفريق أو المجموعة وهو اللواء الركن خالد الشريف حفظه الله. الشاهد يا كرام، خذ رفقة صالحة، استخدم المشي. طيب ماذا عن تمارين المقاومة؟ تمارين المقاومة هي أي تمارين فيها جهد للعضلات، بالحديد، بالأسلاك المطاطية، بتمارين الضغط. اجمع بين الأمرين، لا يغني أحدهما عن الآخر، وبالذات مع كبر السن يقول العلماء إنك تفقد جزء من الكتلة العضلية سنويا، فحاول أن تزيد من كتلتك العضلية التي ستساعدك على الوقوف والمشي والحركة بتمارين المقاومة، فضلا عن أن تمارين المقاومة هي من أهم التمارين التي تساعدك على إنقاص الوزن. أيضا من أسباب الصحة النفسية الرفقة الصالحة. من أسباب الصحة النفسية الاستشارة للخبراء. الاستشارة يا كرام تضيف إلى عقلك عقولا، فلا تبخل على نفسك بالاستشارة. هنالك أشخاص يلاحقونني ويلاحقون غيري، وأنا نفسي ألاحق غيري لنستشير وليستشيرون، ومنهم من يدفع. وأجل الاستشارة من أسباب الصحة النفسية. لا تنتظر إلى أن يعني بعض الناس يأتيني أنا في استشارات الآن ويقول لي تفضل عندي الابن مريض من كذا سنة ومن الطفولة ويريدون علاج سريع. طيب أين أنتم في السنوات الماضية؟ أين أنتم قبل أن يترك الدراسة، قبل أن يترك العمل، قبل أن ينعزل في المنزل؟ يأتونك به بعد أن سقط ويقول لك تفضل خذ ما تشاء من الجلسات العلاجية وعالج لنا الحالة. العلاج سيطول لأن الحالة تأخرت. أجل يا كرام، الاستشارة، التدخل المبكر. من أسباب الصحة النفسية الخلوة مع الذات. من أسباب الصحة النفسية الأنشطة السارة. خذ لك وقت في اليوم للأنشطة التي تحبها، وهذا يختلف من شخص لآخر. من يحب الصيد، من يحب الرسم، من يحب الطبخ، من يحب الجلوس مع الجيران أو الأصدقاء، هذه تسمى بالأنشطة السارة. اعمل
اكتبها في قائمة وطبق منها ما يناسبك. حسن التعامل مع التقنية، هذه أيضا من وسائل تعزيز الصحة النفسية، لأن التقنية فرضت نفسها وتختصر عليك الكثير، وأيضا التعامل معها يحتاج إلى ترشيد. بعض الكتب الغربية مثلا، كتاب عندي 100 وسيلة للسعادة أو 100 فكرة للسعادة، جعل لك من ضمن الأفكار فكرة بعنوان أغلق التلفزيون، يقول لك أغلق الشاشات واجلس مع نفسك أو انخرط في أنشطة واقعية. طيب نحن لا نستطيع أن نقول لك أغلق الجوالات والتلفزيونات دائما، لكن نقول لك رشد استعمالك للتقنية. أيضا استشراف المستقبل وحسن الاستعداد له، مستقبلك، مستقبل أسرتك، مستقبل وضعك المالي، خطط للتقاعد إن كنت لم تتقاعد. الذين لم يعملوا مثل هذه الأمور تركوا أنفسهم ثم فوجئوا بالأزمات المالية، فوجئوا بالضغوط، فوجئوا. لماذا لم تكن مستعد من قبل؟ لذلك نموذج سوت اللي تكلمنا عنه في بداية الدورة يعطيك يعني شيء في نافذة عن المخاطر المستقبلية. هنالك أيضا تطوير مهارات التفكير وإدارة العقل. هنالك أيضا من أسباب الصحة النفسية ضبط الانفعالات، ومن أسباب الصحة النفسية التي أختم بها أيضا، والأسباب كثيرة حقيقة، حسن التعامل مع المال. وهنا يأتي موضوع الذكاء المالي الشخصي وإدارة الميزانية الأسرية. وإن كان لديك مشروع تجاري فلا بد أن تعلم أمور معينة في الإدارة المالية حتى تحمي نفسك، لأن المال هم إن وجد وهم إن لم يوجد وهم في طرق إيجاده. فتعلم مهارات التعامل مع المال حقيقة سيحميك، والأمور كثيرة في الحياة أصبحت مرتبطة بالمال الآن. والذين أهملوا هذا الجانب تجده قد يكون رجل فاضل وداعية فاضل جميل، لكن تجده لم يهتم بالأمور المالية، فعنده ضائقة، لا يعرف كيف يدفع إيجار المنزل، لا يعرف كيف يعمل أمور أساسية في حياته، وكان بإمكانه أن يخطط أو نحو ذلك. نعم هنالك أمور فوق التخطيط وهنالك كوارث تأكل ما تأكل، لكن فرق بين من يحسن الإدارة وبين من لا يعلم شيئا أو لم يتعلم شيئا عن إدارة المال. هذه كانت بعض الوصايا. لا شك أن أسباب الصحة النفسية كثيرة، وقد ذكرت سببا وأعيد تأكيده، وهو الوعي بمكونات الصحة النفسية والوعي بأصناف الاضطرابات النفسية وبطرق التعامل معها، حتى يكون لديك بصيرة في قيادة نفسك، كما قائد السيارة الذي لديه وعي بأعطال الإطارات، فإذا شم رائحة معينة يعرف أن الإطار، أو إذا وجد علامات معينة يعلم والله أن في إطار معين في السيارة كذا، سمع صوت معين يعلم أنه يدل على شيء معين، شم رائحة بخار ماء أو وجد مؤشر ارتفاع الحرارة يعلم أن هنالك في مشكلة. أنت نفس الشيء في قيادتك لنفسك، مهم أن تعرف مؤشرات الصحة النفسية وأصناف المرض النفسي وأعراضها، حتى وأيضا أعراض الأمراض الروحية والرقية الشرعية أيضا. وكانت هذه من ضمن الوصايا اللي معنا، تعلم كيف ترقي نفسك وأسرتك، وعندي دورة كاملة في الإنترنت موجودة بهذا العنوان، كيف ترقي نفسك وأسرتك، خلاصة بحث أكثر من 20 سنة في علوم الرقية، لأن الإصابات الروحية لها أثر على المزاج وعلى الصحة النفسية، ووعيك بهذه المنظومة كلها سيجعلك في درجة أكثر حكمة من الذي لا يعي وتأتيه المصائب ولا يدري أنها أتت، أو لا يدري ما هي ولا كيف يتعامل معها. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم وكل من شاهد هذا اللقاء الصحة الإيمانية والصحة القلبية والصحة الروحية والصحة النفسية والصحة البدنية وكل أشكال الصحة. وأسأل الله تعالى لي ولكم العافية والأمن والسلامة في الدنيا وفي الآخرة ورفعة الدرجات من غير ضراء، وأسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب. جزاكم الله خيرا جميعا، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله على نبينا محمد. أو فيض علم وخبرة قضايا بها للناس نفع تحققا.